عرس النار المسيحي، خطيب مريم، ضحية حادث الحمدانية. فرحنا كان بنفس القاعة الأسبوع المقبل منذ أيام قليلة، وكان العروسان ريفان وحنين يقيمان عرسهما بقاعة الهيثم بالحمدانية في العراق، والتي تضم نحو 1000 شخص. وسط الطبول والرقص وفرح المدعوين بعرسهما، وتحول في غمضة عين إلى عرس النار، وأصبح الرماد في جميع الأنحاء الأرجاء. فالغالبية العظمى توفوا أثر الاحتراق والاختناق، أما الباقية فانتظار المعجزة الإلهية لإنعاشهم مجددا من أسرة المستشفيات. وسط هذا الضجيج الذي سرعان من دوي في جميع أنحاء العالم، نظرا لمئات الأشخاص والضحايا الذين تحولت ليلتهم من قاعة العرس إلى القبور المظلمة، وكانت الفتاة مريم تختبئ بالمرحاض من تلك النيران الآكلة، لم تدرك حينها أن الاختناق يطلها ليقبض على روحها. تواصل القاهرة 24 مع ستيفن نبيل خطيب مريم التي باتت مفقودة لعدة ساعات تحت رقام وحطام القاعة، حتى وجدت بالمستشفى بعد ذلك ولكنها فقدت الحياة. يروي ستيفن تفاصيل تعرض خطيبته للحادث موضحا: احنا اقارب العريس، وكنا بالقاعة انا ومريم واهلها، ولما اشتغل الاغاني قلت لها هطلع 10 دقائق وارجع. لم تمر تلك الدقائق حتى هاتفت مريم خطيبها ستيفن مستغيثة به قائلة: القاعة احترقت، أنا هموت، خلي بالك من نفسك. لتصبح تلك الجملة البسيطة كلمات مريم الأخيرة لخطيبها. عاد ستيفن مسرعا إلى القاعة حتى وجد النار تأكلها بغزارة في ثوان معدودة. معقبا: أول ما رجعت حاولت أدخل القاعة لكن ما عرفتش من الاختناق، كان الكل بيجري أطفال وسيدات ورجال، كان في ناس في الحمام، الناس أكلتهم بالأبواب. ظل ستيفن يبحث مطولا عن خطيبته المفقودة حتى وجدها بالطب العدلي متوفاة، مؤكدا أن عرسه كان في الأسبوع المقبل على خطيبته الراحلة مريم بنفس القاعة المحترقة. واختتم ستيفن حديثه قائلا: كنا حاجزين بنفس القاعة، فرحنا، كل اللي فقدناهم أهلنا وأقاربنا، محدش يستاهل اللي حصل، بكاء وصراخ وعويل، قصة أخرى تصدم الكل وتبكي الكل. عريس الحمدانية يفجر مفاجأة عن حريق حفل الزفاف، حفل زفاف نينوى في أول ظهور إعلامي له بعد فاجعة حريق حفل زفافه الذي أقيم بمنطقة الحمدانية محافظة نينوى العراقية. العريس ريفان 27 سنة الذي نجا من الموت هو وعروس حنين 18 سنة، تحدث عن السبب الذي يعتقد أنه وراء اندلاع الحريق، وكشف ذلك عن عدد الضحايا الذين سقطوا من عائلته وعائلة عروسه، البكاء والصراخ والعويل. قال ريفان إنه فقد 15 فردا من عائلته في الحريق، مضيفا أن عروسته لا تستطيع التحدث بعد أن فقدت 10 من أقاربها،
بمن فيهم وليدتها أمها وشقيقها، فما حال والدها حالة حرجة للغاية. جاء ذلك خلال مقابلة له مع شبكة سكاي نيوز البريطانية. ويضيف ريفان: صحيح إننا نجلس هنا أمامكم، لكن أحيانا وأحياء، لكننا هنا أموات من الداخل. وماذا بعد؟ وفقا لوزارة الداخلية العراقية، فقد بلغ عدد الحاضرين في القاعة التي لم تكن مستوفية لشروط السلامة نحو 900 شخص لحظة وقوع الحريق. تحدثت التقارير الأولية أن الحريق بدأ في حوالي الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي بسبب الألعاب النارية التي اشتعلت أثناء رقص العروسين. ولكن ريفان يعتقد أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية، قد يكون ماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف. شعرنا بالحرارة، وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف. ويقول أيضا: ثم بدأ السقف الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون في الذوبان، ولم يستغرق الأمر سوى ثواني. وأظهر مقطع نشر على مواقع التواصل الاجتماعي العروسين وهما يرقصان معا بملابس الزفاف، عندما بدأت مواد مشتعلة تسقط من السقف على الأرض. يقول ريفان إنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء رأى نارا تنزل من السقف. وعندما بدأ الناس بالصراخ والهروب، يصف ريفان اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق، وكيف تمكن هو وعروسه التي لم تكن تستطيع المشي بسبب ثوب زفافها فستانها من الفرار خارجا. أمسكت بزوجتي وبدأت بسحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ، وبينما كان الناس يهربون كانوا يدسون عليها وكانت سقطها مصابتين. يشير ريفان إلى أن القاعة لم تكن تحتوي سوى على مطفأة واحدة للحريق، وأيضا هي لا تعمل. وفي وصفه لكيفية سير الأحداث قال: إن إثنتين من الألعاب النارية الصغيرة اشتعلت عندما بدأ وعروسه بالرقص، وتلاهما أربعة ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق خسائر العروسين. وقال ريفان إن والده طرح أسئلة حول مخاطره تسبب مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات يمكن أن تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران، لكن أصحاب القاعة أخبروهم إن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق. عن خسائر العروسين: خلال الحادث يؤكد ريفان أن حنين فقدت أمها واثنين من أعمامها وابنتي عمها، بالإضافة إلى أن والدها لا يزال في حالة حرجة. أما هو فقد عمته، وخسر عمه سبعة من أفراد عائلته فيما أصيبت أخته وزوجها بحروق شديدة. تعني الكارثة الكثير بالنسبة للعريسين اللذين يؤكدان أنهم لم يعودا قادرين على البقاء بالحياة في مسقط رأسهما. يقول ريفان: لا يمكننا العيش هنا بعد الآن، أعني في كل مرة نحاول فيها الحصول على بعض السعادة يحدث لنا شيء مأساوي ويدمر كل شيء، من الأفضل لنا أن نغادر. قصة مشعلة، قصة مدمرة، قصة صعبة. انتظر معي المفاجأة المفاجأة المفاجأة.
وفي انتظار البث المباشر لهذا الحريق الملعون، الحريق الكنسي لهذه المسكينة التي احترق قلبها ودمرت نفسيتها. كن معي ولا تبخل أبدا في اشتراكك بالقناة، قناة الملكة والأمير، وسأكون معك بنشر كل ما هو جديد ونشر كل ما هو جميل ونشر كل ما هو. انتظر حتى تكون معك كل المفاجأة ومن هو الحقيقي وراء هذه الأحداث. فلتكن معي، أرجو اشتراكك في القناة مع قناة الملكة والأمير. كن معي وانتظر في انتظار البث المباشر. عدنا من جديد ومع اللحظات التي قد تعكس الأمور العجيبة، ومع كل ذلك ننقل لكم. واحد بيقول لي عقبال ما نصلي عليك،
إبادة الأديان وطرد الأحزان، هذا يعبدوهم هنا، هذا يعبد صليب وسهم ويعبد بقرة، وهذا يشرب الدم، عالم غريب الأطوار. الرب يهوى يرحمها ويسامحنا. هقص يا أخويا هقص، ربنا يشفيك. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لعنة الله عليها وعلى أمثالها اتهو، إنها المخدرات. هاء يقرأ، لا حول ولا قوة إلا بالله. بطلوا كذب على الناس، الله لم يجعلكم أوصياء على الناس. خلوا النصارى يعيشوا حياتهم الدينية كما يريدون، هناك أشخاص لا يريدون ملكتهم ملكتكم ولا إلهكم ولا ثالثكم، ولا يريدون سماع صراخكم، ولا يريدونكم أن تدافعوا عنهم، فلهم عقول يميزون بها الخير ودش ورغي. شكرا. طيب، وبالرغم من كل ذلك إلا أن الفاجعة تهز قضاء الحمدانية بعد هذا الحريق الرهيب والمثير. وبالرغم من كل ذلك إلا أننا نجد مقال، هل للمسيحيين دور في حرب أكتوبر؟ أبونا موسى، الأنبا موسى بيقول إيه بقى؟ المواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها، أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية، أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها القانون تلك الدولة، وبما تضمنه تلك العلاقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة. ولكن هل يولد الإنسان مواطنا؟ ومتى يصبح الفرد مواطن حقيقي؟ العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء، الذي لا يمكن أن يتحقق دون تربية المواطنة، فهي ضرورية لتحقيق المواطنة، والمواطنة هي القلب النابض للمفهوم. يعني إيه كندا؟ الديمقراطية، والمواطن له حقوق وواجبات في تلك الدولة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والحريات يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دون أي تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب الدين أو العنصر أو اللون أو اللغة أو كذلك. ولكن بعض رموز من الأقباط ودورهم في حرب أكتوبر. اللواء باقي زاكي يوسف هو من أشهر اللواءات في حرب أكتوبر، وهو صاحب فكرة فتح الثغرات في الساتر الترابي المعروف بخط برلين باسم ضغط المياه. اشتغل في السد العالي من سنة 64 لحد 67، وهناك كانوا يستعملون المياه المضغوطة في تجريف جبال الرمال وسحبها وشبطها في أنابيب مخصوصة عن طريق ترمبات لاستغلال مخلوط المياه والرمل في عمليات بناء جسم السد العالي. انطبقت الفكرة في خط برليب الذي بنته إسرائيل وعلى الشط الشرقي لقناة السويس لمنع القوات المسلحة من العبور، وتفتحت الثغرات باستعمال مياه القناة، واجتازت قوات المشاة والمدرعات المصرية، واستولت على الحصون الإسرائيلية، وهذه كانت بداية الانتصار الذي حققه الجيش المصري في حرب أكتوبر العظيمة. فلولا هذه الفكرة لما تم الانتصار. 2، اللواء أرقان حرب شفيق متري صدراق هو من أهم اللواءات الذين استشهدوا في حرب أكتوبر، وهو نموذج رائع للقائد الملتحم بجنوده قبل ضباطه. وخلال حرب الاستنزاف قبيل العبور العظيم عبر برجاله إلى سيناء من بورسعيد وجنوب البلاح والفردان حيث قاتل العدو في معارك الكمائن
ويوم السادس من أكتوبر سنة 73 قاد اللواء أحد ألوية المشاة التابعة للفرقة 16 مشاة بالقطاع الأوسط في سيناء، وحقق أمجد المعارك الهجومية ثم معارك تحصين موجات الهجوم الإسرائيلي المضاد قبل أن يستشهد باليوم الرابع للحرب الذي يوافق يوم 9 أكتوبر 73، وهو يتقدم بقواته لمسافة كيلومتر في عمق سيناء. عندما أصيبت سيارته بدانت مدفع إسرائيلي قبل وصوله إلى منطقة الممرات في عمق الممرات ليلقي أجله ويسهم في رد الاعتبار لمصر. حصل اللواء شفيق متر سدراكه على جميع الأوسمة والناشين التقليدية والدورية والاستثنائية، ولكن أعظم هذه الأوسمة والنياشين هو وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى، والذي منحه الرئيس أنور السادات لأسرتهم تقديرا لما أظهره الفقيدة من أعمال ممتازة تدل على التضحية والشجاعة في ميدان القتال أثناء حرب السادس من أكتوبر 73، وهو أعلى وسام عسكري مصري، وتم إطلاق اسمه على الدفعة 75 حربية، وهي من أفضل خريج الكلية الحربية. كذلك من الأسماء القبطية البارز دورها في حرب أكتوبر اللواء فؤاد عزيز غالي، العميد نعيم فؤاد وهبة، اللواء ثابت أقلديوس، عميد مهندس ميخائيل سند ميخائيل، اللواء أركان حرب سمير توفيق عبد الله، اللواء صليب منير بشارة. ثالثا، ماذا يتوجب علينا تجاه مصر؟ التمسك بالمصرية والهوية المصرية، التمسك بحق في المواطنة. المواطنة هي السقف الأهم. أحبائي وأعزائي، أشكركم على محبتكم وعلى إلقائكم واستماعكم لهذا الفيديو العظيم الذي كلنا ننتعش لسماعه، ونعلم جيدا بأن مصرنا مصر الحبيبة، مصر الأم، مصر أم الدنيا التي نعيش من أجلها، مصر المواطنة، مصر الحرية، مصر الحب، مصر العظيمة.